البرث ملحمة، وملحمة عظيمة، ملحمة فيها كم أبطال غير طبيعي. البطولة والشجاعة والجسارة والوطنية والإقدام، كل هذه القيم، كل هذه المواصفات، يقدر بمنتهى البساطة، أقدر أقول بمنتهى البساطة إن هي كانت بتتجسد لحما ودما في أبطال ملحمة البرس، زي الشهيد شبراوي، أحمد عمر شبراوي. معايا على التليفون مدام ندى حسن، زوجة شبراوي. أهلا بيك يا مدام ندى. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ يوسف. مساء الخير عليكم جميعا. مساء النور عليكي. ويعني أنا مش بس بكلمك بقولك أنه بالتأكيد يمكن أنت عارفة وغنية عن أن أنا أحاول أن أنا أعرفك أنه يعني بالتحديد ملحمة البرث ليها مكانة ضخمة وكبيرة جدا في نفوس كل المصريين. لكن لو حبيت تتكلمي عن رحمة الله عليه وهو حي يرزق عند ربنا سبحانه وتعالى، أحمد شبراوي. أحمد كان شخص جميل جدا، إنسان جميل جدا، وكان ضابط مجتهد قوي قوي قوي، يعني ده بكلام زمايله والقادة بتوعه اللي اشتغل معاهم على مدار العشر سنين اللي خدمهم في القوات المسلحة. وعلى الجانب الإنساني اللي أنا كنت يعني جزء منه، أقدر أقول إن أحمد كان إنسان قوي. يعني لما بيتقال إن ربنا بيختار الشهداء دول ويصطفي الشهداء، فعلا كان إنسان وجميل، ورغم إن هو كان ضابط صعقة، وضابط صعقة شاطر الله يرحمه ويغفر له، كان عنده حتة الإنسانيات عالية جدا، والتعاطف مع الآخرين عالي جدا رحمة الله عليه. الناس كان ابن كبار جدا بأهله الحقيقة. الناس بتتصور إنه الضباط وضباط الصاعقة ان هم بيبقى في عندهم ان هم يبقوا جامدين، ان هم تبقى مشاعرهم شديدة. ابدا والله، يعني من خلال تجربتي مع احمد رحمة الله عليه، هو كان راجل جدع، راجل مصري كده، في مواقف كتير كانت حصلت قدامي لو شاف حد قدامه بيتسرق بيجري، يعني كان بيتدخل بنفسه في المواقف. كان راجل جدع مصري اصيل يعني زي ما بيتقال، بس كان انسان قوي، وده لا يتعارض ان هو يبقى راجل جد وجدع، وان هو يبقى عنده انسانيات وتعاطف مع الاخرين. الراجل الجدع الجدع هو انسان حقيقي. صح ده حقيقي. وزي ما مدام منار ذكرت في المداخله اللي قبل كده، انا كمان اتفاجئت النهارده، يعني انا النهارده لما صحيت ولقيت البوست منشوره والناس بتتكلم، انا ما اتخيلش الناس بعد 7 سنين هيفضلوا فاكرينهم الحقيقه. دي حاجه يعني كانت بمثابه عزاء كبير قوي قوي لينا. انا جبت عمر ابني وفضلت اوريه اقول له شفت الناس لسه فاكرين بابا زي حبيبي. طبعا. وعمر بقى مبسوط جدا. عنده قد ايه عمر؟ عمر دلوقتي 11، وتاليم كانت اتولدت بعد باباها دلوقتي 7. يا حبايبي يا حبايبي. عمر احنا بنعرض الصوره بتاعت عمر لو انا شايف بالمظبوط، وشبراوي رحمه الله عليه يحسن اليه يا رب شايله على كتافه اهو. ايوه. عمر مستوعب مين أبوه، مش كده؟ طبعا، وكل ما بيكبر أكتر بيستوعب أكتر. يعني مثلا زمان كان كل اللي بيتكلم عليه إن هو مفتقد باباه وفخور بيه، دلوقتي بيحاول يسألني ويسألني على تفاصيل حياته، ويحاول لو يقول لي مثلا احكي لي شغله كان عامل إزاي، طب لما كان بيرجع كان، يعني بيحاول بقى أكتر اهتماما وإلماما بشخصية أحمد الله يرحمه. حتى لما بيتصرف أي تصرف بلاقيه دايما بيحط باباه يقول لي يا ترى بابا هيبقى مبسوط من الموقف ده، يا بابا كان بيعمل كده في الموقف ده. وما شاء الله ربنا يحميه يا رب، عنده حس بالمسؤوليه، يا رب يحفظه بجد جامد، يعني سبحان الله طالع عنده احساس بالمسؤوليه عادي. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يخليهم لك ويحفظهم ليكي ويحفظك ليهم. ويفضل دايما شبراوي الحقيقه واحد من اهم ابطالنا، الله يرحمه ويحسن اليه. شكرا ليك يا مدام ندى، كل الشكر مدام ندى حسن، زوجة الشهيد أحمد عمر شبراوي. طب هتقول لي قول أرملة الشهيد أحمد عمر شبراوي، ربنا سبحانه وتعالى الأحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. طيب.